السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صامدي. النهار إن شاء الله غادي نتحدثوا على كيف تختار أرنب للذبح. كيف تختار أرنب للذبح؟ نقولوا مثلا عندنا هاد الخلفة بحال هكا، مثلا واحد مبتدئ أو واحد عنده بزاف ديال الأرانب. حنا نفرضوا عندك خلفة بحال هاد الشكل، كيفاش غادي تتعامل معها؟ أولا يستحسن ما تذبحش الإناث، لأن الإناث خليهم تيكبروا وشوف اللي صالحة، يعني كما تحدثنا على فيديوهات سابقة، ما تكونش الأنثى شرسة، تكون مزيانة، واختار منها الأرنب للذبح. ولكن الأغلبية ديال المربين ديال الأرانب ما كيذبحوش الإناث، كيذبحوا الذكور. منين تشوفوا الذكر مثلا ولا عنده واحد شهرين ولا 3 شهور وبغيتوا تتخلصوا منه، كيفاش غادي تختار؟ من الأحسن تختار الأرنب يكون طويل، لأن كاين الأرانب اللي كيكونوا هما هكاك الطبع ديالهم، ما واخا نفس الفصيلة ما كيكونش وافي. هذاك الأرنب غادي تديروه في الميزان وتشوفوا إذا كان فايت كيلو، يعني نقولوا كيلو نص 2 كيلو، صافي ممكن تستافدوا منه للذبح. أما الأرانب اللي كتبان لكم نتوما ما تقيلاش، يعني سر من الأسرار ديال المربين، تشوفوا الأرانب اللي ما طويلاش يعني ما جايباش الوزن وهكاك غير تقدروا تبيعوها، ماشي مشكل، هذيك ديروها للبيع. لأن كاين فرق ما بين البيع وكاين فرق ما بين الذبح. الذبح غادي تستافدوا من اللحم، أما البيع غادي تستافدوا من الثمن ديالو. ها انتم لاحظوا معايا، هما 4 ذكور وكاين هنايا واحد الانثى. هذه يعني سبق لي انني قلت لكم غادي نفرزها باش غادي نستافد منها كأم، يعني غادي تولد هنايا. هاد الذكور هادو غادي نحاول انني نخلي واحد واحد هو راه ارنب واحد كافي، واخا ديروا معاه 10 ديال الاناث ديال النتوات راه كافي. ولكن نتوما غادي تفصلوا ما بين هاد الذكور هادو ما بين 3. واحد الجزء الاول غتخليوه باش يبقى يكون شي واحد يكون يعني الخصوبه ديالو لاحظتوا انه مثلا هايج على باش يولد الانثى، يكون هايج هذاك خليوه باش يولدكم الانثى. اما الجزء الثاني غادي ديروه للذبح. الذبح كيفاش غادي توزنوه؟ تجيبوا ميزان وزنوه انه يكون فايت ديك كيلو ونص ولا 2 كيلو، هذيك استفدوا من اللحم ديالو نظرا اللحم اللي ولا ديال الماعز ولا ديال الاكباش ولا ديال البقرة، راكم شفتوا الارتفاع اللي ولا. وتال اللحم ديال الارانب راه مفيد اكثر من اللحم ديال الاكباش، يعني فيه بروتين اكثر، الطعم ديالو لذيذ، كيتقبلوه الصغار، يعني عندكم الاولاد ديالكم كيتقبلوا هذاك المذاق ديالو، لان فيه واحد المذاق مزيان، هو اللحم ديالو فيه مذاق مزيان. اما كما قلت لكم الجزء الثاني هو للذبح، والجزء الثالث اتخصصوه للبيع. ان الا شفتو شي ارنب يعني ما جايبش الكيلو، غير هو طويل هكاك يقدر يجيب العين غير على حسب البيع، هذاك الشيء بوحدو. وحتى الارانب اللي كتكون كبيره، يعني واحد الذكر ما درتوش لهاد 3 اجزاء، خليتوه يكبر وبغيتو تبيعوه، راه الثمن ديالو راه ماشي هو ثمن الكيلو، الثمن ديالو هذاك غادي ديروه باش غادي يديروه للتزاوج، هذاك راه الثمن ديالو كيكون اكثر. الى عجبكم هذا الفيديو شاركوا معنا في القناة، وانا ارحب بتعليقاتكم الطيبة. الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله.